بسم الله نكمل مع بعض الكورس بتاعنا ان شاء الله. النهارده هنخش في ستاتيك فاريبل وندي مثال عليه او ايه نكتب كود عنه. احنا المره اللي فاتت قلنا الاستاتيك بتمشي على كام حاجه، 4 حاجات: ستاتيك فاريبل وستاتيك ميثود وستاتيك بلوك وستاتيك نستد كلاس. تمام، انا عملت ايه؟ انا عندي هو الكلاس اللي فيه الميل، وعندي ايه كلاس تاني. لو جيت مثلا عملت static variable، بس بعمل static variable ازاي؟ بقول public static ويكون int x. تمام، انا عندي كده ايه static variable. طب قلت قبل كده يعني ايه static variable؟ هو variable بالمفهوم النظري. هو ليه مفهوم نظري ومفهوم ايه في الكود؟ المفهوم النظري هو حاجة أو خاصية أو بروبرتي كومون ما بين إيه؟ ما بين الأوبجيكتس على الكلاس ده، أو حاجة مش يونيك للأوبجيكت. بحيث إن طيب المفهوم اللي هو بتاع الكود هو حاجة بندها أو باكلها عن طريق إيه؟ عن طريق الكلاس، مش عن طريق الأوبجيكت. وقلنا ده بيوفر معانا في الميموري كتير، وإن إيه بيسيف الميموري أو بيعمل ميموري مانجمنت لإيه؟ للبروجرام بتاعي. طب دلوقتي انا عايز ايه اقول الستاتيك فاريبل ده. طب تعال نشوف كده، نجرب نقوله عن طريق اوبجكت شوف هيقول لنا ايه. قلنا مثلا كلاس اسمه ايه تيست، قول تيست وليكن تي ايكوال نيو تيست. تمام كده انا عرفت ايه اوبجكت من تيست اسمه تي، قلت تي دوت. لو بصينا كده مش لاقي اكس، مع انه ايه، مع انه بابليك. قلنا البابليك بنقدر نأكسسه من ايه، من كل الكلاسز اللي من نفس الباكج. تمام اهو مش لاقيه، ليه؟ لانه ستاتيك، لانه حاجه خاص كومون او شائعه بين كل الاوبجكتس. فبالمنطق ده لو حاجه كومون او شائعه بين كل الاوبجكتس فانا مش بندها عن طريق اوبجكت، بندها عن طريق ايه؟ بندها عن طريق الكلاس نفسه. لو قلت مثلا تيست اسم كلاس دوت هيلاقي ايه؟ هيلاقي الايه التغير الاساسي بتاع اللي هو اكس، قول مثلا 10. تمام، بس هل ايه هل ايه قبل وعادي. لو قلنا مثلا اس اوت تيست دوت اكس رنينا، هلاقي ايه؟ مديني ايه؟ 10. يبقى اول حاجه اتعلمتها هنا او اول حاجه طبقت عليها اني اتاكدت ان الاستاتيك اول حاجه مش بنديها عن طريق اوبجكت، انما بنديها عن طريق ايه؟ عن طريق اسم الكلاس عادي. تمام، بس